شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة كيفية التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والذي انعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وقد أعرب وزير الخارجية عن خالص شكره للسعودية على دعوتها لهذا الاجتماع الهام، مؤكدا أن إيران تمثل خطرا كبيرا على المنطقة. أتقدم بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على الدعوة لهذا الاجتماع الهام، وهي ليست أول مبادرة للمملكة العربية السعودية لدفع العمل العربي المشترك ليكون الآلية في التصدي لأي أخطار تهدد دولنا العربية من أي جانب. وفي هذه اللحظة نحن نتكلم عن الخطر الكبير الذي يستهدف دولنا وعدة دول، وهو الخطر الإيراني. فمسألة حين نتكلم عن الصاروخ الذي سقط على عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، هو ليس أول اعتداء تتعرض له المملكة العربية السعودية من قبل أطراف تعمل لصالح إيران في المنطقة، وهنا نقصد الحوثي. وأيضا النقطة الأخرى في الاجتماع هو مسألة تفجير أنبوب النفط في البحرين، هو أيضا ليس أول اعتداء، بل هو سلسلة من اعتداءات طويلة كلفتنا الكثير من الشهداء وألوف الجرحى من رجال الأمن ومن أبناء البحرين، وكل هذه الجرائم قام بها عملاء إيران في المنطقة. فالمسألة الآن هناك تصعيد خطير للممارسات الإيرانية في المنطقة، بما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة. مسؤولية أن الأمن القومي العربي يصان من قبل آليتنا الوحيدة اللي عندنا، اللي هي آلية العمل العربي المشترك. هل هذه الآلية الآن قادرة على هذه الصيانة؟ هذا هو السؤال المطروح على الجميع، أن يواجهون بكل صدق للوصول إلى موقف مشترك للجميع. إيران لا تحاربنا فقط مباشرة من قبل سواحلها، نعم هي تهرب وهي تقوم بأمور كثيرة، لكن لها أيضا أذرع في المنطقة، وأكبر ذراع لإيران في المنطقة هو موجود الآن، هو ذراع حزب الله الإرهابي. هذا الحزب موجود في لبنان، موجود في العراق، موجود في سوريا، موجود في أماكن كثيرة، متمثل في شخصية الحوثيين. وهذا هو التحدي الكبير اليوم للأمن القومي العربي اللي نتعرض له، من دولة تحاول إسقاط دولنا والسيطرة والهيمنة بكل وضوح ولا تتورع من القيام بأي شيء للوصول إلى هذا الهدف. الآن نود أن نحمل جميع المسؤولية، نود أن نحمل دول يكون فيها حزب الله شريك في الحكومة، وأخص هنا الجمهورية اللبنانية. الجمهورية اللبنانية رغم علاقتنا معها كبلد عربي شقيق ومحبتنا وتقديرنا للشعب اللبناني، إلا أنها تتعرض لسيطرة تامة من هذا الحزب الإرهابي. وهذا الحزب الإرهابي لا يستهدف فقط أعمال محدودة في حدود البلد، بل يعبر حدوده إلى دولنا جميعا. هذا تحدي للأمن القومي العربي. هل سنستمر في هذا الوضع اللي احنا فيه، وإلا سنواجهه بأي شكل من الأشكال؟ يجب أن نكون واضحين مع بيننا كلنا في هذا الشأن. نحن لا نتكلم عن خلافات عربية، نتكلم عن تهديدات على أمننا كلنا، وإذا ما أخذنا هذا الموضوع بأهمية فسنكون مقصرين. النقطة الرئيسية اللي نريد أن نوصل لها، إذا ما كانت عندنا ثقة كدول عربية في آلياتنا العمل العربي المشترك للوصول إلى أمننا واستقرارنا وأمن شعوبنا، فماذا يكون أمامنا؟ هناك الكثير من الارتباطات والتحالفات التي لدى دولنا في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، وللأسف ليس واحد منها الأمن العمل العربي المشترك. ارتباطنا في العمل مع الأساطيل الأسطول الخامس الأمريكي وعدد من الدول في العالم في تأمين مياه الخليج العربي ومياه بحر العرب يحقق نتائج ويوصل بنا إلى تحقيق أمن واستقرار أكثر من ما يحقق الأمن العمل العربي المشترك. لنصارح أنفسنا، هل نريد أن نعمل مع بعض، ولا بعدين الواحد يبحث عن مصلحته مع ترتيبات أخرى؟
هذا ما أريد أن أقوله، وثقتنا كبيرة بأن البيان اللي سيصدر اليوم هو بيان يضع النقاط على الحروف. واسمحوا لي أني وزعت عليكم تقرير وافي يتعلق بكل ما قامت به إيران من جرائم وتدخلات لتهديد استقرار بلدنا في مملكة البحرين، ذلك لاطلاعكم جميعا، لتعرفون أن المسألة ليست استهداف لأحد، بل نحن الذين نتعرض للاستهداف، ونريد بعملنا المشترك أن نصد هذا الاستهداف. شكرا جزيلا. وخلال الاجتماع الطارئ أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن طهران انتهجت سياسة طائفية واستقوت بالاتفاق النووي. مع استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون المنطقة، عقدت جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية. وخلال الجلسة أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إيران تسعى لتكون خنجراً في خصرة المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وقال إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثي واستهدف السعودية هو الحلقة الأخطر في سلسلة من التجاوزات والتخريب ونشر الفتنة التي تقوم بها إيران في المنطقة. وليس بخاف أن الصواريخ تأتي من مصدر واحد هو إيران، إن هذا السلوك العدائي يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن 2231. وطالب أبو الغيط مجلس الأمن بوقف إيران عن دفع المنطقة للهاوية، مشيرا إلى أن طهران انتهجت سياسة طائفية واستقوت بالاتفاق النووي. وحذر أبو الغيط إيران من مغبة استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. بدوره قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الصاروخ الإيراني على المملكة يعكس العدوان المتكرر ضد السعودية، معتبرا أن السكوت عن الاعتداءات الإيرانية عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة عربية بمنأى عن هذه الصواريخ. السكوت على هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عمليات عملائها في المنطقة سوف لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ البلستية. إن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتفة الأيادي أمام هذا العدوان السافر، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ على أمن وسلامة شعبها. ونحن جميعا مطلوبين بتحمل مسؤوليتنا القومية وصيانة أمن واستقرار دولنا للتصدي لهذه السياسات الإيرانية العدوانية تجاهنا. ويأتي هذا الاجتماع فيما تمعن طهران في غيها سواء في دول جارة أو أخرى أبعد، فتزج ببيادقها هنا وهناك خدمة لمشروع الولي الفقيه التوسعي.